محبي الحياه فوق كل ارض وتحت كل سماء، يسعد لي اوقاتكم، مساكن او صباحكم على حسب مكانكم في العالم. تنبيه شديد جدا وشغله جديده ممكن تغير كل انواع الحمايه اللي كنا نحن عم ناخذها ضد هذا الوباء. صراحه مركز الحمايه من الامراض الامريكي صرح انه على جميع الامريكان انه يلبسوا كمامات واقيه، وحتى لو كانت كمامات شو منزلية الصنع. اليوم لنحكي شو سبب هذا التنبيه وليش هذا الشيء طلع، وبنفس الوقت كيف ممكن ترتدي هالكمامة بشكل صحيح، ولمتى فيك تستخدمها اصلا، وكيف طريقة استخدامها الصحيحة، بالاضافة كيف ممكن اصلا تصنع كمامة في المنزل. كله حتشوف هذا الفيديو، تابعوه للاخير لتشوف هالمعلومات بشكل كتير واضح وصريح. هلأ صراحة بالنسبة للتصريح اللي هو حكت عنه المركز الحماية من الأمراض الأمريكي CDC، كان بيحكي عن أنه على جميع الأمريكان ترداء الكمامات بسبب أنه أول شيء صار في انتشار كتير فظيع في أمريكا، ونحن بنعرف أنه تجاوزت صار في رقم واحد على مستوى العالم في عدد الإصابات وكمان في عدد الوفيات. ولكن صراحة كمان في دراسة حكيت عنها أنا في فيديو سابق، والآن تم إصدارها من مجلة مرموقة اللي هي New England Journal of Medicine، عم تحكي إنه هذا الفيروس قادر على البقاء في الهواء لمدة 3 ساعات، وبالتالي صار فيه له احتمالية كتير كبيرة إنه ينتقل عبر الهواء. ولهيك صار في هذا التصريح اللي هو يمكن يغير كل شيء صراحة، وصار في لازم يا أصدقائي تاخذوا إذا بتطلعوا برا البيت، طبعا نحن staying home هو الخطة الأولى للحماية من هذا المرض ومكافحة انتشاره، ولكن إذا هتطلعوا برا البيت أكيد هتلبسوا الكمامات، وتأكدوا من شغلة واحدة بس، إنه الكمامة هي عبارة عن 3 طبقات. ليش؟ شوفوا هلا. والله مثل ما شايفين هاي هون الكمامة الطبية المعروفة، رح نشوف إنه هي كم طبقة فيها. هاي واحدة طبقة القطن اللي شغلت الرئيسية بس انه تمتص الرطوبة والسوائل من عن طريق الفم او هيك شغلات. الشغلة الثانية هون، هاي هون الطبقة الثانية هي الفلتر، والطبقة الثالثة اللي هي بتكون ووتر ريزيستنت اللي بتمنع دخول السوائل، وبنفس الوقت بتكون يعني هي الطبقة اللي بتكون دائما لبرا. اوكي ملاحظين اذا 3 طبقات هون، ومثل ما اللي هي السوداء، هاي الكمامة السوداء طبعا كمان كان في منها طبقتين، كان في منها 3 طبقات. بعد التأكد هي هون بقصة قدامكم قصيناها مباشرة، هي الطبقة الداخلية هون القطن، هون في الفلتر مثل ما شايفين، وهون في الطبقة الخارجية اللي هي بتكون كنوع من أنواع كمان الووتر ريزيستنت. صراحة يعني أنا بحب صراحة إنه واحد ياخد الكمامة الزرقاء المعروفة المعتمدة، لأنه هاي لحد الآن صراحة شايف كل الطبقات مثل بعضها، يعني ما في فرق كتير كبير، وبالتالي الحماية ما حتكون ملائمة 100%. أما هاي فنحن على الأقل نعرف تماما وشفنا كيف الفروقات بين الطبقات. بعد ما شفتوا 3 طبقات وكل وحدة كيف دورها، مثل ما حكينا يا جماعة طريقة لبس الكمام لازم تكون هذا الوجه لبرا، لأنه هذا هو مضاد للمي والسبلاش. مثل ما شايفين هذا هون اللي هو بسموه مثل الأرم أو الذراع البلاستيكي، بتاخده هيك وبتحط بهالطريقة هاي كلها، بعدين بتاخد اللوبس وبتعملهم هيك وبتنزل هاي لتحت. وونس انه انت لبست هذا الماسك، هذا الجزء الخارجي ما بتلمسه ابدا، بتروح وبترجع، وبعدين اذا انت فعلا حابب ترجع من البيت بترجع بتشيل بهالطريقه هي وبترميها. اما اذا كان عندك شورتج في هذا الموضوع فانت هون مباشره ممكن ترجع تستخدمه مره ثانيه، مع انه هي استخدام مره واحده، ولكن مثل ما شايفين الطبقه القطنيه الداخليه ما دام كانت ناشفة فبالتالي بإمكانك تستخدمها، أما إذا كانت فعلا رطبة فهون صار لازم تستبدلها بوحدة جديدة. طيب دكتور، نحن هلا بسبب أنت بتعرف كلياتنا عايشين في عالم واحد الآن، في صراع على الكمامات بشكل كتير كبير، ومنظمة الصحة العالمية اللي كانت بتقول ما في داعي للكمامات الآن بلشت تتراجع عن هذا الموضوع، ولكن نحن بنعرف إنه معظم الكمامات وخاصة الكمامات الطبية بتروح للطاقم الطبي، ابطال الصحه اللي عم بحاربوا بالخط الاول ضد هذا المرض الشرير. لهيك ايش الحل؟ الحل هو انه انت تعمل كمامتك في البيت. حورجيكم هلا فيديوهين اثنين، هالفيديوهين واحد عم بيعمل تصنيع لكمامه من ورق المنديل تبع المطبخ، وواحد ثاني عم بيحكي عن كيف ممكن تسويها بشكل قماش.
الشيء الجدير بالذكر يا جماعة وهو هذا هون لازم تحطوه بالكم، دراسة كانت عم تحكي انه حتى الكمامات منزلية الصنع قادرة انه هي تحميك من انتقال الميكروبات لإلك، ولكن هي اقل فعالية من الكمامة الطبية اللي هي الفيس ماسك هاي بثلاث مرات، يعني اقل فعالية بثلاث مرات من الفيس ماسك، وبالتالي هي بتحمي ولكن مو لهالقد. لهيك بنلاحظ السي دي سي شو قالت الامريكية، قالت في حال عدم وجود كمامات بإمكانكم تستخدموا غطاء الوش السكارف الطرح مثل ما بسموه عنا بالعربي، لا على الأقل تغطوا منطقة الأنف والفم إذا طلعتوا للأماكن العامة. شوفوا هالفيديوهات هاي وأعطوني رأيكم بالأخير. الوقت اوكي نحن محتاجين لمطاط، طبعا انا ما لقيت مطاط صغير فجبت من هذا العريض، لكن اللي لازم تحصلوه هو هذا اللي بيجيب هذا الرفع شايفينه. اوكي في حال ما كان عندكم مطاط كتير سهل، فيكم تستخدموا اي خيطان الستان اللي هي هيك شرائط الستان، او حتى اللي بيجوا هيك يعني اي نوع خيطان تربطوا فيه اي نوع بيمشي الحال. اوكي حتى اذا ما كان عندكم تستخدموا خيطان الصوف اللي بيجي بكبكوبة الصوف هيك تبع الحياكي فبيكم تستخدموها، لان هدول الكمامات بيستخدموا لفتره بسيطه، ما فيكم تستخدموهم وتعملوهم ولا تستخدمون اسابيع او اشهر، فلازم دائما تبدلوا، ففيكم دائما ترجعوا تفكوا هذا المطاط وتحطوه على كمامه ثاني. اوكي فهلا رح نشتغل وحدي فقط بالقماش الطبي. هو القماش الطبي مثل ما شايفين انا حصلت عليها، هي تقريبا بتجي مترين متر، هي بتجي اللي بتضع يعني وقت العمليات على الأسرة كمان، بتقولوا شايفين كيف تكون القماشي. اوكي فهي القماشي رح نشتغل منها على تنتين، فينا نشتغل على طبقتين او على ثلاث طبقات بكون افضل. في حال عدم توفرها ففيكم تستخدموا الاقمشة العادية مثل ما انا عملت هوني، مثلا قماشي هيك عادي فيكم تحطوا انه طبقتين منها، لكن تتأكدوا انه فيكم تتنفسوا منها، يعني مهم انكم تمسوا هاي القماش تضعوها على تمكن وتشوفوا انه فيكم تتنفسوا منها، ما تجيبوا قماش يكون سميك جدا، مثلا عندي هاي القطعة سميك جدا ما فيكم تتنفسوا منها، فنحن ما منا نحن منا شيء ليفلتر الهواء اكتر كرمال الميكروبات، لكن افضل هو القماش اللي بتجي الطبية. اوكي هذا لا فيكم تستخدموا طبقتين من قماش عادي يكون فيكم تتنفسوا منه تطوي طويتين. عندنا هاي القماش عملت منها طبقتين اوكي، فيني اصنع بهذا الشكل واعمل منها كمامي مباشرة، وفيني اضع عليها هاي القماشي كمان جربت انه فينا نتنفس فيها فراح اضعها كمان. الحلو بانه بس تضعي لها قماشي تاني اوكي بصير تفلتر اكتر، بس كمان بصير كرمال الاطفال فراح تعجبهم كثير، هاي كثير حلوة للاطفال عليها رسومات، ففيكي هيك بهالطريقة هي تقني ابنك انه يستخدم الكمامي.
اوكي هلا اللي بدنا نسويه رح نضع هاي الصوره لجوا اوكي بهالشكل، ورح نقوم بدرزها كامله مع ترك فراغ حتى نقلبها. شيل كل الخيوط الزايدة، اوكي هيك صارت معنا مثل ما شايفين دارينا من هون وهالشكل. هلا اللي بدنا نسويه مثل ما بنشوف انه الكمامة العادية بيجي فيها ثلاث طويات، فهلا نحن كمان رح نعملها ثلاث طويات بهالشكل، واحد اثنين وثلاثة كمان رح نعملهم. نحن ما ثلاث طويات اوكي، مثل الطويات هدول الثلاثة دائما الكمامة بيجي فيها هدول ثلاث طويات حتى تاخذ الشكل هذا. اوكي هلا بتصير هيك صار بياخذوا شكل التم، هذا الشخص نفس منهم وبهذا الشكل فيكم تطوفوا، فيكم تعملوا كميه منهم تكون محتفظين فيهم، الباقي انه فقط نقوم بتثبيت بغرزه عاديه او فيكم حتى بصمغ قوي يكون للقماش تثبيته بهذا الشكل بالحجم تقريبا هيك، او وضع خيوط الستان وحده هون والوحده الثانيه هون كمان بخيط ابري، فبصير فيكم انه انتم تربطوهم مثل ما انا عامله هون. مثلكم الموديلين الاثنين هون بهذا الشكل انه تضعوا. ابقوا امنين.